الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هناك رسالة متداولة محتواها يقول: قم بلمس أي اسم من أسماء الله الحسنى يظهر يطلع لك تفسيره إن شاء انشر، فهو شيء يستحق النشر بين الناس، فهل هذا صحيح؟ الحمد لله، وبعد، الجواب: هذا من الدلالة على الخير، ولله الحمد والمنة، وجزى الله من قام به خير الجزاء. ولكننا نشترط شرطين اثنين وفقكم الله تعالى حتى يتم الانتفاع بهذه الرسالة ويكمل الخير بها بإذن الله عز وجل. لا بد من توفر هذين الشرطين. الشرط الأول أن نتحقق من ثبوت هذه الأسماء لله عز وجل بالأدلة، لأننا نرى أن هناك من يدخل في أسماء الله ما لا دليل عليه، والمتقرر في قواعد أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى أن أسماء الله عز وجل توقيفية على النص، فلا نسمي الله تبارك وتعالى إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو سماه به نبيه صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته. وإن من الإلحاد في أسماء الله أن يسمى عز وجل بما لا دليل عليه، لا من الكتاب ولا من صحيح السنة. فإذا لا بد أن تعرض هذه الأسماء التي تشتمل عليها هذه الرسالة على عالم يتفحصها وينظر فيها، أهي من جملة الأسماء الثابتة أم أن بعضها غير ثابت؟ فهذا أول شرط لا بد من التأكد منه. وما لم تتأكد أيها السائل من صحة هذه الأسماء أو من صحة نسبة هذه الأسماء إلى الله، فلا يجوز لك أن ترسلها. الشرط الثاني أن نتأكد من صحة معناها الذي يشرحها، وأن يكون شرحها صادرا من عالم مؤهل من علماء أهل السنة والجماعة، حتى يتم تفسير هذه الأسماء الحسنى على مقتضى فهم أهل السنة والجماعة. فإذا لا بد أن ننظر أولا إلى محتوى الأسماء حتى نخرج منها ما لا دليل عليه منها، ولا بد أن ننظر ثانيا لمعنى الاسم وشرحه حتى ننظر لموافقته للحق من عدمه، لأنه قد يتولى شرح هذه الأسماء رجل جهمي أو أشعري أو ماتريدي أو معتزلي أو صوفي، فيشرحها على مقتضى ما يفهمه هو من قواعده المخالفة للمنقول والمناقضة للمعقول. فإذا تأكدنا من صحة هذين الأمرين، فصارت الأسماء التي تتضمنها هذه الرسالة ثابتة لله عز وجل بالأدلة الصحيحة الصريحة، وصار شرحها متفقا مع ما قرره أهل السنة والجماعة، فإنها من أعظم الخير الذي ينشره الإنسان في وسائل التواصل الاجتماعي، والله أعلم.